عايزين بقى من حضرتك تحل لنا المعضلة دي، اوكي معضلة الميزانية ومصروف البيت. تمام. نفسنا يا دكتور ان هو يكمل اخر الشهر، هايل. فعايزين كده ننصح البنات اللي هم لسه متجوزين جداد ونقول لهم ازاي نعمل ميزانية للبيت وايه الاساسيات اللي بتبقى في الميزانية دي. ميرسي جدا على السؤال المهم ده. الميزانية عشان تتعمل نمرة واحد، ميزانية لازم تبقى مدونة. فأنا أول حاجة كده هقول لهم، لو إحنا لسه في بداية حياتنا الزوجية، هنبتدي كده مع بعض ندون الواقع بتاعنا، إيه تفاصيل اللي إحنا بنصرف عليه كل يوم وبنطلعه من جيوبنا. والميزانية عبارة عن جنبين أو كفتين الميزان بتوعنا، جانب الدخل بتاعنا هي كل الفلوس اللي بتخش جوه المحفظة بتاعتي، والجانب التاني جانب المصروفات هي كل الفلوس اللي بتخرج من المحفظة وبنصرف على احتياجاتنا. ففكرة ان انا اعمل الميزانية واخليها متوازنة، يعني دخلي اصرف قده مش زيادة ولا اقل في البداية، يعني هو ده يبقى التارجت بتاعنا، ان احنا نبقى اللي معانا نصرفه يعني اللي داخل على قد اللي طالع، على قد ده بداية، ده كده البداية ده يعني. البداية، علشان بعد كده نعرف نعمل فائض. بس ما ينفعش انا في الاول هقول لها لا ادخري شيلي فلوس، لا خلينا بس نعرف واحدة تفهم واحدة، واحدة خطوة واحدة. بخطوة. فالتارجت الاولي بتاعنا ان احنا نخلي دخلنا هو ده اللي يتصرف، ما نعملش فيه نعمل عجز. لما بصرف اكتر من دخلي بيحصل حاجة اسمها عجز في الميزانية بتاعتي، فانا مش عايزة العجز ده، انا عايزة على الاقل يبقى فيه التوازن. وده بنعمله ازاي؟ نمرة واحد انا بشوف اولويات صرفي ايه وبعمل لها تصنيف. في حاجة بند او اولي كده احنا بنصرف عليه اسمه الاحتياجات الاساسية. يعني ايه احتياجاتي الاساسية؟ لما هاجي اسأل نفسي واقول البند ده اللي انا هصرف عليه، هل هو هعرف اعيش من غيره ولا ممكن ااجله؟ لو الاجابة ممكن ااجله، يبقى ده مش من احتياجاتي الاساسية. احتياجاتي الاساسية هي المأكل، المشرب، الغذاء، الكساء، الدواء، المواصلات، حاجة ما ينفعش يعدي يومي إلا ما تكون حصلت. إنما لو أنا مثلا عايزة أشتري حاجة جديدة في البيت، عايزة أعمل عزومة، لا هيعدي الشهر وأعرف إن أنا أجل العزومة دي لشهر التاني. فاحتياجاتي الأساسية هي البنود اللي معرفش أعيش من غيرها. دي حاجة هحطها كده، وبالتالي هبتدي أشوف دخلي كام، هحط للبند ده 60% من الجزء بتاع مدفوعاتي اللي أنا هدفع فيها على الاحتياجات دي وهجنبها. ومش بس هجنبها، لأن كتير قوي السوق يجي يقولوا لي إيه، أنا على الأسبوع الثالث ما الميزانية بتخلص مني. أنا هجنبها وهبتدي أقسمها على 4 أسابيع، الأسبوع الأولاني هو ده اللي هيتصرف، الأسبوع التاني هو ده اللي هيتصرف، التالت، الرابع، وبالتالي كل أسبوع هاخد الظرف بتاعه ومش هاخد من الظرف بتاع الأسبوع اللي يليه، علشان يبقى ميزانيتي متوازنة ومظبوطة. هاجي تاني بقى أقول إيه، طب أنا كده هعيش بس على الاحتياجات الأساسية، معنى كده إن مش هيبقى عندي حياة ولا رفاهية ولا حاجة هتبسطني. لا، هنشوف الأولويات التانية الأقل أولوية. هنشوف حاجة اسمها رغباتي. الرغبات اللي هي ايه؟ رغباتي اللي هي هتخلي حياتي اسهل، اللي هي هتخلي حياتي فيها استمتاع. يعني هيخش تحتيها ايه؟ حياتي اسهل، يعني انا لو انا عايزة اجيب مثلا مايكروويف هيخلي حياتي اسهل، هو يبقى ده من الرغبات. انما هعرف اعيش من غير مايكروويف؟ بس هعرف اعيش من غير بوتاجاز؟ لا. مش هعرف اطبخ. فبالتالي نبقى عارفين نجاوب على السؤال صح، علشان نحط الرغبة دي أو الاحتياج ده في تصنيفه ونحدد له من ميزانيتنا. الحدود بتاعتنا هي فلوسنا، رغباتنا أو احتياجاتنا ملهاش حدود ومش طبعا. هتخلص. بس إيه اللي بيخلص؟ فلوسنا. الفلوس طبعا، الميزانية بتاعتنا. بالظبط. فإحنا بنخلي حدودنا الأساسيات ليها 60% والرغبات والرغبات كام في ليها المية؟ 20%، 20% كده 80. والطموحات، الطموحات ليها العشرين التانية. يعني ايه طموحات؟ يعني انا حاجة هتخلي حياتي فيها رفاهية مش بس استمتاع واسهل، لا مزيد من الرفاهية. يعني انا اشوف رفاهيتي هتبقى فين، نفسي اسافر سفرية معينة، ده مزيد من الرفاهية. نفسي اغير حاجة في البيت، نفسي اعمل حفلة، دي كلها رفاهيات. فما ينفعش اصرف على الرفاهيات والرغبات
واجي الاقي الاساسيات ما عنديش ليها فلوس. فهنا طبعا. هنا دي لما بندخل الامور على بعضها، هنا بنقول الميزانيه ما بتبقاش مظبوطه. انما لما بنحدد نفسنا فكره بقى ان انا عايزه حياتي تتحسن، وان انا ازود من دخلي، او ان انا اوفر في نفقاتي، دي ليها تيبس اند تريكس، دي بتاعتنا بنفضل نقول عليها كتير قوي، علشان فكرة التوفير، فكرة الترشيد، فكرة ازاي ان انا اكون منتجة. الانتاج مش بس معناه ان انا هعمل انتاج مؤسسي، او انا عندي مصنع بنتج. الانتاج ده ممكن يكون انتاج ذاتي وشخصي وجوه المنزل. يعني زمان طب اهالينا لو نفتكر كده يا شو، كان دايما الاكل بيتي، دليفري ده ما كانش ما كانش موجود، موجود خالص. كانش لا موجود اصلا. فالاكل بيتي، الحلويات بيتي، الكيكات، كل ده مصاريف زياده. يعني احنا لو اتعمل الحاجات ده انتاج في البيت، بيوفر حوالي مش اقل من 60 ل 70% من الفلوس اللي احنا لو جبناها من بره. طبعا. ففكره ان انا اوفر، فكره ان انا ارشد برضو، مش معناه لما بقول ارشد او اوفر الناس بتقول يعني هنبخل على نفسنا. لا، لا التوفير ولا الترشيد معناه البخل، البخل. معناه حاجة واحدة بس، ازاي ان احنا نعرف ندير حياتنا بطريقة اقتصادية تخلي عندنا وفرة مالية.